عزيزي المتابع، السلام عليكم. طلبت جماهير فريق رجاء البيضاوي لكرة القدم من إدارة النادي الأخضر برئاسة جواد الزيات تخفيض ثمن التذاكر بعد مباريات النسور الخضر، خاصة بعد كثرة المواجهات، إذ ينافس الفريق على ثلاث واجهات وهي البطولة الوطنية الاحترافية ودوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وأوضح أنصار النسور الخضر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه على المكتب المسير للرجاء أن يراجع ثمن التذاكر بعد المباريات، في ظل أن الثمن المحدد ليس في متناول أغلبية الجمهور، بالإضافة إلى أن هناك مصاريف أخرى على غرار التنقل إلى الملعب. وأكدت الجماهير الرجوية أنها لن تبخل قطعا على الفريق، غير أنه يجب مراجعة تثمينة بعد المباريات على غرار المواجهة التي ستجمع النادي الأخضر أمام المغرب التطواني الأسبوع القادم. تجدر الإشارة إلى أن الرجاء سيواجه ضيفه المغرب التطواني الأربعاء المقبل بداية من الساعة 7 مساء على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس برسم مؤجل الدورة الرابعة من البطولة الوطنية الاحترافية. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.